احتضن سد بني هارون بولاية ميدا فعاليات البطولة الوطنية للصيد الترفيهي في طبعته الأولى، وذلك بمشاركة قرابة 70 منافسا جاءوا من مختلف أرجاء الوطن. كان يعني عدد المتسابقين 68 متسابق من 7 ولايات مختلفة، من أعماق الصحراء كبشار، من الأغواط، إخوتنا من برج بوعريريج، مسيلة، من سكيكداق. المنافسة عرفت تنافسا قويا بين المتنافسين وتنظيما محكما خلال مجريات البطولة. من بشار احنا 15 الانسان ف 15 فرد جينا لهنا للميلاق نشاركوا في السد بن هارون. المسابقة جيدة. انا جيت من ولاية الاغواط بنشارك في هذه التظاهرة البطولة الوطنية للصيد الترفيهي في المياه العذبة. نمثل جمعية ضفاف للصيد الترفيهي. بلدية سيك ولاية معسكر. الحمد لله جينا لهذا العرس الرياضي، شاركنا في هذه البطولة في هذه الدورة، ونشكر رئيس الفيدرالية. الحمد لله لقينا استقبال شباب قاموا بنا في لوبيرج. الحمد لله زعما ما مهم. إفتن إيدير من ولاية برج بوعريريج متسابق، كان عندي 18 كيلوغرام، وفقني ربي سبحانه ودرت 18 كيلوغرام تاع حوت. الله يبارك، سد ما شاء الله فيه تنوع تاع حوت. الامور ما شاء الله، يعني بني هارون باراج ما شاء الله، يعني يكفي الناس كل يعني. الحمد لله اليوم ربي وفقنا، جبنا 24 كيلو. اليوم عندنا مده 5 سوايع تاع صياده، جينا قاع من ولاية بشار، والحمد لله ونشكروا جماعة قاع اللي نظمت هذه، وإن شاء الله العام الجاي إن شاء الله. وتبقى مثل هذه المنافسات والبطولات حافزا للكثير من محبي الصيد في المياه العذبة، وهي فرصة لتبادل التجارب بين مختلف المتنافسين.